السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتفرجوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا من جديد، مرحبا بالناس اللي معايا قدام ومرحبا بالناس اللي كينضموا جداد للقناه ديالي. الف مرحبا. كما كتعرفوا بالنسبه لعيد الاضحى غندير واحد الفقس اللي كيكون ساهل بالنسبه للمقادير ولا الطريقه. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم. تبعوا في المقادير. بسم الله على بركه الله. نبداو في المقادير ديال الفقس ديالنا. عندي هنا غادي ندير اللي بغى يدير قل يضعف المقادير يزيد، اللي بغى يقلل عاود يدير غير بالكاس. عندي زلافه ديال الزيت، عندي زلافه مخلطه ما بين اللوز قطعته هكا والزبيب اللي نقيته وغسلته حتى هو. عندي نص زلافه، ممكن تزيدوا على حسب الذوق ديالكم والحلاوه. درت نص تقريبا نص زلافه ديال السكر سنيده، درت زلافه ديال البيض. ملي كنجيو نعبروا نديروا بالحبه كيكونوا البيض اما كيكون كبير ولا كيكون صغير، من احسن ديروا هكا بزلافه. هز ليا سبعه البيضات. عندي هنا حبه حلاوه والنافع، اللي ما كيعجبوش ممكن يدير قشره ديال الحامضه ولا ديال التشيل ولا يدير باني سكر باني ولا المهم نكهه الباني. عندي هنا جوج خمارات السكر على حسب الخليط، ما نقدرش نعطيكم العبار. الطحين حتى هو كيختلف، شحال من الاخوات كيديروا العبار اما كيجي قاسح ولا كيجي خفيف. رشه ملح لتصحيح الذوق. صافي غادي نبداو ان شاء الله في المقادير. انا غادي ندير في الكسعه ولكن غادي نخلط البيض الاول هنايا، غادي نخلط البيض ان شاء الله ونرجع معكم باش ما يجي فيديو طويل. شويه البيض بوحدو نزيد عليه داك السكر، باش ملي نجي ندير في القصعه تكون عندي اتساع فين غنخدم، يكون البيض مفوق هنايا في لاخر. القصعه كتكون واسعه ما كتجيش مزيانه. ما يحتاجش نديرو بالطراب الكهربائي، غير بيدنا. ندير داك القبسة ديال الملحة، جبت الكسعة ديالي هنايا، من بعد ما كوبت السكر مع البيض كما كتشوفو. نديرو في شي حاجة كتكون هكا غرقة، من بعد نديرو باش يسهل علينا. جوج معالق ديال حبه حلاوه، ما عامريش بزاف. جوج معالق ديال النافع اللي كيكون مغسول ومنقي من طبيعه الحال. نديرو الزيت، نديرو داك اللوز والزبيب. ممكن تخليو اللوز صحيح وديرو سميتو وتفزقوا في ماء الزهر. صافي نبدا نخدم بيدي. صافي مهما عرفنا السكر ده، صافي العناصر تخلطوا مع بعضياتهم. غادي ندير داك جوج خمارات، ممكن تخلطوهم مع الطحين. ديجا كان عندي فقس في القناه ديالي درتو بالحليب، هاد المره درتو هكاك. غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. انا الطحين صراحه ما درتش بالعبار كما قلت لكم في الاول ديال الفيديو. صافي العجينه من بعد ما جمعتها، ديما البنات تبقاو تخليوها العجينه ديال الفقاس باش ينجح، كتبقى رطبه كما كتشوفوا. هادي جمعتهم بصحت سطح العمل، ما يحتاجش تدلكوها ولا ديروا شي حاجه. صافي غادي نقسمها، ندير حرابل يكونوا بحال بحال قد قد، واخا ماشي في الطول يجيو في العرض بحال بحال.
صافي كما كتشوفوا هنا درت واحد الصفر ديال البيض، درت فيه واحد شويه ديال قهوه سريع الذوبان ولا نسكافي، غادي ندهنوا كامل من الفوق. صافي دهنته كامل، دابا غادي نبدا من نعاود له كامل عاود ثاني باش ما يتشقق البنات. كاملين دوك الحبات، ما نجي نكمل الحبه الاخيره، نعاود نبدا من الحبه اللي بديت في الاول. صافي غادي نستمر ندهنهم كامل عاود بداك البيض. حتى في الجناب ما تخليوش الجناب، دهنوهم مزيان باش كيتلاصق كيعطي اللون، وملي كيهبط البيض هكا في الجناب ما كيتشققش الفقاس. صافي من بعد ما كملنا غنشدو الفرشيط ونبداو نخطو هكا على هذا الشكل. الا عندكم هذا هو هذاك، ما عندكمش ديروا غير بالفرشيط هذا المشطة ديال الطبخ. كاين فيها الغليظ وفيها الرقيق. رجعت معكم من بعد ما طاب الفقاس، كما كتشوفوا شفتوا كي جا. ما تديوش على هذا، هذا مازال غادي نقطعوا هذاك داك البيض اللي بقى هنا في الجناب، شفتوا راه رطب ما طيبتوش مزيان، شعلت عليه من التحت. من بعد شعلت واحد شويه كتكون العافيه مهي. صافي هنايا من بعد ما خليته برد واحد الربع ساعه غطيت له واحد البنديل. صافي من بعد كنحيدو كنديرو هنا في بلاستيك الغذائي ولا السلوفان. انتما البنات من بعد ما خليته واحد نص ساعه، الا كنتي مزروبين ديرو غير في واحد الربع ساعه حتى نص ساعه في الثلاجه ماشي كيتعطل. ديجا انا بديت كنخلي داك الطرف اللي اللي كيبقاو خليته هكاك بالسلوفان، حتى كنبغي نقطعات كنجبد واحد واحد، ما كيوقع له حتى حاجه، غادي نحلو قدامكم ما كيعرق ما والو، غير ما ديروش داك الساعه سخون، استناو عليه واحد شويه. صافي كيبقى هو هذا، يكون شي سكين ولا شي حاجه، المهم تكون ناضيه مزيان. نقطعوا هذا اللي كيكون هنا في الطرف. صافي وشدوا هكا بيدينا ديروا الحجم اللي بغيتوا، ممكن تقطعوا هكا يجي هكا بحال هذا الشكل، ممكن تقطعوا نيشان كيجي زوين. نتمنى ان شاء الله يبان واضح مع داك اللوز، وما درتش فيه الصراحه الزنجلان الداخل، درت غير حبه حلاوه والنافع واللوز. صافي بسم الله ندير على هذا الشكل، نقطع غير شويه. هانتوما شطو اللي بغى يديروا رقيق ولا يدير غليظ، نتوما على حسب الذوق ديالكم. انا كنقطعو هكا على شكل هكا مايل، ولا كنقطعو هكا كنيشان الا بغيتو حبات يجيو صغار. انا ديجا درت وحده درتها هكا تبدا قطعتها نيشان، اللي بغى يجي شويه هكا كبير غادي تقطعو هكا يجي هكا مايل بهذا الشكل هذه. وبالنسبه للحجم نتوما اللي غتعرفوا واش تخليوه رقيق ولا تغلضوه، غير بشويه قطعوا مزيان باش داك الشيء اللي داك المكسرات غادي تقطعوه باش ما يكسرونا داك الاخر. هكا بهذا الشكل هذا راه كيجي مخير لداخل. صافي نقطع فيه ونسد في الطاوه، شعلت الفران يسخن ندخلو يتحمر. نتوما عاود لكم الاختيار تحمروه مزيان ولا تخليوه.
هذا هو الشكل ديالو من بعد ما كيتحمر على هذا الشكل، كيكون محمر من الفوق ومن التحت. وكاين هذا كندير كنحيد من الطوا ديال الفرن كندير هنا في بلاطو، جا الصراحه رائع ومقرمل. صافي قريب نكمل ان شاء الله. كاين الخير والبركه، درت في هذا المقله ديال المسمن حتى هو حمرته فيه عاد سخون، يلا جبدته من الفران، مازال بقات ليا وحده. هانتوما البنات الخير والبركه، كاين فيه تبارك الله اللي بغى يديرو، راه كيخرج الكميه كبيره ما شاء الله. كيبقى هذا هو الفقس ديالنا اللي درنا اليوم كما كتشوفوا، اللي كيجي رائع الصراحه، لا في المذاق ولا في المنظر، مع داك اللوز والزبيب وحبه حلاوه والنافع كما شفتوا في الاول ديال المقادير. وسهل لا في المقادير ولا في الطريقه ايضا، والمذاق ديالو كيجي رائع، والكميه كتخرج كتكفينا كميه، كيخرج الكميه تبارك الله مزيانه. ونتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم، ما تنساونيش لي لايك الاشتراك الى عجبكم الفيديو. دابا غادي نقول لكم عيدكم مبارك سعيد باش ما كتمنوا ان شاء الله. الله يجمعكم مع العائله والاحباب ان شاء الله، اللي ما مشاش عند عائلته الله يديه ان شاء الله على خير ويجيبه على خير يا ربي امين. نتمنى ينال اعجابكم، ما تنساونيش لي لايك الاشتراك، تقسموا ايضا مع العائله والاصدقاء. السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.